بوتين اعتمد على الخلافات بين الاتحاد الأوروبي، بين دول الاتحاد الأوروبي السابقة، وحتى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وبعض الخلافات بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، أنه وأيضا عول على الفشل أو الانسحاب الكارثي من أفغانستان، والطريقة التي تم التعامل فيها معها وترك الولايات المتحدة حلفائها في أفغانستان، تصور أن هذا رد الفعل سيكون في أوروبا. على العكس، ما قام به الرئيس بوتين هو لم شمل الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا ومع الولايات المتحدة إلى حين انتهاء الأزمة في أوكرانيا. إلى حين انتهاء هذه الأزمة لن يتصدع هذا الاتحاد، ربما بعد أن تنتهي الأزمة وتهدأ الأوضاع، ربما لا نعرف ما هو مصير الاتحاد الأوروبي بشكل عام بينهم. لكن هناك فرق بسيط، أنه بوتين يعلم جيدا منذ اليوم الأول أن هناك تصريحات من قبل الناتو ومن قبل الاتحاد الأوروبي بأنهم لن يقبلوا عضوية أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، فهي ليس شيء بجديد، يعني سمعها من قبل القادة الأوروبيين، سمعها من الناتو نفسه، لكنه لم يكن يتوقع أن تتحد دول العالم، غالبية 141 دولة، أن تتحد ضده، وأن يقوم الاتحاد الأوروبي والناتو وباقي الدول بتسليح أوكرانيا. والسبب بسيط، إنه وحتى نحن يعني سبب بسيط، ما حدث مع الجيش عند هروب أفغاني، وما حدث عند استسلام الجيش الأفغاني لطالبان خلال ساعات وسقوط كابل خلال ساعات، كان هناك من ينظر إلى هذا السيناريو على أنه سيتكرر في أوكرانيا. لكن الرئيس زيلنسكي هو من غير وجهة نظر الدول الأوروبية ووجهة نظر باقي الدول التي وقفت مع أوكرانيا. ولربما كان أيضا يعني غير وجهة نظر الرئيس بوتين نفسه والكرملين.